بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل الدرس في التفسير، وقد وقفت عند سورة الفيل. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة سورة مكية، وهي 5 آيات و23 كلمة و96 حرفا. فإذا ضربت 96 حرفا في 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كم يصبح لك من الأجر والثواب العظيم؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذه السورة تحدث العلماء عن مناسبتها للتي قبلها، وهي سورة الهمزة، فقالوا: ما مناسبة سورة الفيل لسورة الهمزة التي ستأتينا إن شاء الله في المجلس القادم؟ فقالوا: إن الله تحدث في سورة الهمزة عن عقوبة أناس سيعاقبون في الآخرة، وهم الهماز واللماز وغير ذلك، وهي عقوبة أخروية. ثم بعد ذلك ضرب مثلاً على العقوبة الدنيوية بأن أهلك أصحاب الفيل، فأتى بسورة الفيل. وهذه المناسبة ذكرها أكثر واحد من أهل العلم، ومن ضمنهم أبا حيان رحمه الله تعالى. يقول محمد بن حزم رحمه الله: هذه السورة، أي سورة الفيل، كلها محكم، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. هذه السورة كلها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وأما ما يتعلق، يقول محمد بن حزم: هذه السورة، سورة الفيل، كلها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وأما ما يتعلق بقصة أصحاب الفيل التي من أجلها نزلت هذه السورة، فذكر أهل السير أكثر، ذكروا فيها تفاصيل كثيرة، ولعلي أوجزها بما يلي. القصة خلاصتها أن أبرهة الحبشي الأشرم كان ملك اليمن من قبل النجاشي في الحبشة، حيث كانت اليمن في ذلك الوقت تابعة للحبشة الذين دخلوا اليمن بعد حادثة الأخدود في نجران، وهي جغرافياً وتاريخياً من اليمن، والذين قتلوا فيها كانوا من النصارى المؤمنين الموحدين في ذلك الزمان، وحصل عليهم من التعذيب ما ذكره الله تعالى في سورة البروج. وبعدها غزا الأحباش اليمن وحكموها ردحاً من الزمن، وكان مندوبهم في اليمن الذي يحكم باسمهم هو أبرهة الأشرم، قيل لأن أباه ضربه فأصبح في هذا الشرم، وقيل غير ذلك. وكان قد بنى في صنعاء، يعني أبرهة الأشرم هذا بنى في صنعاء كنيسة سماها القليس، وكان أبرهة قد أخذ العمال بالعمل أخذا شديدا، وكلفهم فيها أنواعا من السخرة، وكان ينقل إليها الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب والفضة، فلم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض. فأراد إبرهة صرف قلوب الناس إليها بالتعبد والذكر، فهم بغزو الكعبة لئلا تنافس القليس، أو لأن بعض العرب حاولوا هدم هذه الكنيسة أو تخريبها أو إهانتها، فجمع جيشاً كبيراً عرمرم إبرهة هذا، وجعل معهم أفيالاً، وقيل فيلاً واحداً،
ولهذا سماهم أصحاب الفيل، فغزا مكة وجاء إليها لهدم الكعبة. ولما اقترب من مكة جاءه بعض وجوه العرب وعرضوا عليه الفدية والمال في مقابل أن يرجع في سيره، فأبى ورفض أي إبرهة، وأخذ جيشه إبلاً لعبد المطلب يعني جد النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءه عبد المطلب وكان رجلاً عظيماً وسيماً جسيماً، فقال له: إنكم قد أخذتم بعض إبلي. فقال له إبرهة، قال لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مئتي بعير وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه. فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه منك. فقال أبرهة: ما كان ليمنع مني. فقال عبد المطلب: أنت وذاك. فرد أبرهة على عبد المطلب إبله، ثم انصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة إلى الجبال والشعاب. ثم قام عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا الله تعالى، ثم قال: لا هم، يعني اللهم لا هم، إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، في رواية للبيت رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، يعني غدا، لا يغلبن الصليب غدا محالك. إن كنت يا الله، يعني خاطب الله عبد المطلب، قال: إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. وخرجت قريش بنسائها وأطفالها خشية أن يغشاهم الجيش أو ينتهك أعراضهم أو يعتدي عليهم، وتركوا الكعبة أياما. ثم إن الله سبحانه بعث عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات معها حجارة، كل طير معه ثلاثة أحجار، واحد في فمه واثنان في رجليه، ترمي هؤلاء القوم حتى أهلكتهم جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: رأيت عند أم هانة نحو قفيز من هذه الحجارة مخططة كالجزع الظفاري. والجزع الظفاري نوع من الخرز الصغار دون حبات الحمص وفوق العدس، فهي حجارة صغيرة مخططة. يعني هذه الحجارة التي أرسلها الله مع تلك الطيور كانت يعني مثل حبة العدس تقريبا، مثل حب البليلة تقريبا، صغيرة جدا، فهي حجارة صغيرة مخططة. وهذا يدل على بقاء آثار أصحاب الفيل. وورد أن بعض روثه كان موجودا في مكة، وكأن العرب تركوه من باب الاتقاء على ما يدل، الإنقاء على ما يدل على إهلاك القوم. الإبقاء وورد أن بعض روثه كان موجودا في مكة، وكأن العرب تركوه من باب الإبقاء على ما يدل على إهلاك القوم، يعني قوم أصحاب الفيل. وورد عن عائشة رضي الله عنها أن رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وهذا الأثر إن صح فهو يدل على أنهم عمروا وهم من العرب الذين خانوا، وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رغال لأنه دلهم على الطريق، يعني دل جيش إبرهة على الطريق. وقد ذكر الله تعالى هذه القصة تذكيرا وتثبيتا للنبي عليه السلام بأن الله يدافع عنه وعن دينه. وإذا كان الله حمى الكعبة وهي حجارة، أفلا يحمي نبيه عليه الصلاة والسلام وأولياءه ودينه ووحيه؟ كما أن في ذلك علم من أعلام نبوة النبي عليه السلام، لأنه أخبر بهذه القصة ولم يكن عليه الصلاة والسلام شهدها، وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء، فكان من المعمرين حكيم بن حزام رضي الله عنه ونوفل بن عبد العزى، فقد عمر 120 سنة، وهما ممن عاصروا الحادثة. وقد ذكرت قصة الفيل في القرآن مرة واحدة، وفي القصة أكثر من فائدة، من ضمنها إقامة الحجة على العرب متقدميهم ومتأخريهم وحماية النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت قلوب المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى. هذا الاستفهام في قول ألم ترى هذه الرؤية، هذا الاستفهام أولا للتعجب، يعني ألا تعجب يا نبي الله يا محمد عليك الصلاة والسلام ما فعل الله بأصحاب الفيل،
ومن حقارته ومن حقارة الله سبحانه وتعالى وإهانته لأصحاب الفيل أنه جعل هذا الجيش العرمرم تبعا لحيوان وهو الفيل. يعني ما قال لم ترى إلى الفيل أصحاب جيش إبراهام تحقيرا لهذا الجيش، فجعلهم تابعين لهذا الفيل بخلاف سورة الكهف، فلما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الفتية ذكر الفتية في المقدمة لأن الله يرضى فعلهم، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، فجعل سبحانه وتعالى الكلب تابعا لهؤلاء الفتية وذكره لأن أعمالهم صالحة الفتية. فالله سبحانه وتعالى لما كان أعمال هؤلاء الفتية في أصحاب الكهف كان أعمالهم عملهم صالح جعل الكلب تبعا لهم، فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويكون خمسة سادسهم كلبهم وسبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم إلى آخر الآيات. لكن لما أراد الله احتقار أصحاب الفيل جعلهم تبعا لهذا الفيل، الفيل العظيم هذا الكبير المعروف، والذي ويذكرون عن هذا الفيل كما ذكر العلماء قالوا مع جبروت هذا الفيل وعظمته إلا أنه يخاف من السنور يعني من القط، وذكروا إلا أنه يخاف من السنور وهو القط. وفي قوله سبحانه وتعالى ألم ترى، هذا الاستفهام للتعجب، ألم ترى، والرؤية هنا علمية ليست بصرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا قصة أصحاب الفيل، ولذلك ذكر علماء السير أن بين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولادته وإهلاك أصحاب الفيل 55 يوما، 55 يوما، ولذلك يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ولد في عام الفيل. وكان هذا اليوم عظيم بأن الله سبحانه وتعالى نجى بيته الحرام من هذا الجيش العرمرم الذي أراد تمزيق الجزيرة العربية برمتها، ولم تستطع أي قبيلة من قبائل الجزيرة العربية الوقوف في وجه هذا الجيش العرمرم. ومن إهانة الله لهذا الجيش أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل عليه صاعقة أو لم يرسل عليه جيشا عرمرم، وإنما عاقبه بجندي صغير لا يتوقع أن يعمل هذا العمل وهو طيرا أبابيل. وهذا ملاحظ في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المجرمين بأشياء سهلة جدا لا تخطر على البال، ليدل على أنه عظيم وأنه لا يقهره شيء ولا يعجزه شيء. فقد عاقب فرعون بالماء بالغرق، وعاقب قوما بالصيحة، وعاقب قوما بالرجفة، وعاقب قوما إلى آخره، وعاقب قوما بالخسف، وعاقب قوما بطير أبابيل. من يتصور أن جيوش لا تستطيع، جيوش الجزيرة العربية في ذلك العصر لا تستطيع أن تقابل جيش عرمرم ويقودهم فيل؟ قيل أن الذي يقودهم فيل واحد، لا، قيل 12 فيلا، قيل فيل واحد، وقيل 12 8 فيلة، وقيل 12 فيلا، وقيل 18 فيلا، وقيل 1000 فيل. من يستطيع؟ خاصة أن العرب ما كانوا يعرفون الفيل، ما يعرفون ولا يستعملونه في حروب، يستعملون الخيل والإبل وغير ذلك، لكن الفيل ما يعرفونها. ثم يقف في هذا وجه هذا الجيش العظيم، يقف أمامه طير أبابيل، فقال سبحانه وتعالى ألم ترى يا نبي الله، ألم ترى، يعني رؤية علمية لا بصرية، ألم ترى كيف فعل ربك سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل، ألم هذه ألم الثانية، الاستفهام الثاني استفهام للتقرير، يعني قد جعل كيدهم في تضليل، مثل قول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا الاستفهام خرج مخرج التقرير، يعني قد شرحنا لك صدرك، مثل قول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان، قال مثل قول الله سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين في سورة التين التي ستأتينا إن شاء الله، هذا الاستفهام خرج مخرج التقرير، يعني الله 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 سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. إن الاستفهام في اللغة العربية يخرج لأكثر من 30 معنى، من ضمنها الاستفهام بمعنى النفي، ومن ضمنها الاستفهام بمعنى التقرير. في قوله تعالى لم يجعل كيدهم في تضليل،
يعني استفهام تقرير، يعني الله يا محمد قد جعل هذا الجيش العرامرم جعلهم في تضليل، جعلهم في تضليل. كيف تضليل؟ يعني أن الله أعماهم وضللهم وخيب سعيهم وجعلهم في خسار وجعلهم في هلاك. ومنه قول ومنهم قول العرب، ومن ذلك قول العرب ظل الماء في اللبن يعني ضاع. فكذلك قول الله تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني في خسار وفي ضياع وفي هلاك. فالله سبحانه وتعالى حطم هذا الجيش العرامرم أصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل سبحانه وتعالى على هذا الجيش الذي أراد هدم الكعبة، قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعة وراء جماعة، طيرا، ما قال أرسل عليهم جيشا عرمرم، لا، حقرهم وأذلهم، أرسل عليهم جند من جنود الصغار. من يتوقع أن جيش يقف أمام هذا الجيش العرمرم؟ والقبائل في الجزيرة العربية خشيت هذا الجيش. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات واحد خلف الآخر، طيرا أبابيل، ماذا تفعل هذه الطير؟ قال ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من طين متحجر. فماذا كان يعني مصيرهم؟ فجعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول ما هو؟ قال بعض علماء التفسير هو الورق اليابس الذي وطئته أقدام البهائم فدهسته حتى حطمته. الله جعل هذا الجيش العرمرم، جيش إبرهة الذي أراد هدم الكعبة، جعله الله سبحانه وتعالى مثل وضع الأوراق اليابسة عندما تدهسها البهائم بأقدامها وتحطمها، أو مثل ما يسلط الله الحيوان الدود يسلطه على الأوراق فيدهس هذه الأوراق ويأكلها حتى يجعلها كالدقيق، أو مثل ما يفعل الله سبحانه وتعالى بالبرسيم بعدما تأكله البهائم وتلوكه بين أسنانها ثم تخرجه بعرا. فالله جعل هذا الجيش العرمرم، جعلهم كعصف مأكول، إهانة لهم وتحقيرا لهم. ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجلو النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور، حبس الفيل بالمغمس حتى صار يخبو كأنه معقور. يذكر عن هذا الفيل أنه لما وصل إلى المغمس قريب من الكعبة أنه إذا وجه إلى الكعبة جلس وجلس، وإذا وجه إلى غير جهة الكعبة كالشام مثلا أو يمنى أو يسرى قام مهرولا مسرعا. وهو الفيل حيوان يخشى من هذا الشيء وعاقبة هذا الشيء. يقول حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب صقور، كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية بور، يعني جميع الأديان بور وهلاك إلا دين الحنيفية التي أتى به إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما ذكر في هذه السورة من الفوائد التي ذكرها أهل العلم، وهي كثيرة لكن الوقت لا يسمح بأكثر مما ذكر، وهذا لعله يكفي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك، اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.